كما عودناكم زيارة المجالس الرمضانية اليوم في عالي في مجلس المرحوم الوجيه حسن يعقوب العالي. حياكم معنا، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر، كل عام وانتم بخير، الله يعود علينا وعليكم بكل خير وصحة وسلامة إن شاء الله. عم محمد، أبي تأثير المجلس على الشباب الحين، طبعا أشوف الشباب من كل جيل اللهم لك الحمد، فأبي تأثير المجلس على هالشباب والجيل القادم واللي موجود. أنا أقول يعني ليالي رمضان لها خصوصية، ليالي رمضان مضيئة ومشرقة بوجود هذه المجالس، بوجود هذه الزيارات، تأطر العلاقات الأخوية والودية بين كل أهالي المنطقة. وإحنا في البحرين هي دوحة، دوحة من دوحات الخير والنعم والخير والإيمان والتواصل، والتواصل الاجتماعي والأخوي والودي. هذا رمضان هو الذي أطر هذه العلاقات وجعلها تصب كلها في مصلحة البلد ومصلحتنا ومصلحة أهالي البلد. من أجيالنا إحنا أبونا الله يرحمه كان يستقبل الضيف من عند الباب، وتعلمنا الأخوان والأحفاد وكلهم علمناهم كيف تستقبل الضيف، وهذا الضيف إلى كرامة، وعلمنا كل جيل مع جيل يكبر، وكل ما كبرت أخذ أخلاقياتنا الحمد لله، وهذا واجب ان تستقبل الضيف من وين؟ من عند الباب الحمد لله رب العالمين. هذه احنا قريه عالي، كل مجالسنا هي جامعات، احنا من ربينا ننتقل من مجلس لمجلس، ننتقل من جامعه لجامعه. فيها ابوتنا واجدادنا ربونا على هالعاده ويعطونا تجارب وخبرات والتقاليد العربيه والكرم العربي والضيافه العربيه والترحيب. المجالس الرمضانيه هي في حد ذاتها مدرسه، وهذه احنا توارثنا من الاباء وبتوصل لنا احنا، وان شاء الله تروح الى الابناء والاحفاد ان شاء الله. طبعا احنا في البحرين مجالسنا كامل، الجميع مجالسه مفتوحه على مدار السنه، بس رمضان يكون شهر خاص والمجالس فيه مفتوحه الى وقت متاخر غالبا. طبعا مجالسنا مثل ما نعرف مجالسنا مدارسنا، واحنا نتعلم من هالمجالس، كل يوم نحضر فيه المجلس نطلع من المجلس بفائده ولو كانت بسيطه.